التيم روم كان فكره عمر عريبه ده اللي ماسك الماركتنج معايا هنا، فجه قال لي ما نقلب الجامينج روم دي نعملها سكريم روم. فانا كان رد فعلي هو ايه سكريم روم؟ يعني ايه سكريم روم؟ فقال لي اوضه الناس تخش تصرخ فيها. انا عشان مصري برضو ما فهمتش يعني ليه في اوضه الناس تخش تصرخ فيها، ليه الضغط يعني، ليه اصرخ اصلا؟ فانت مش مضبوط يا معلم. اه انا مضبوط. طب ما تخش تصرخ. ففعلا بدانا دخلنا سرشنا على الموضوع السكريم روم وبتعمل ايه، وطلع الموضوع ليه توابع، مش اول مره، احنا مش اول مره نفكر في الموضوع يعني. والله رد فعل الناس في ناس ردت بسخريه، وفي ناس ردت خدت الموضوع بمصداق، يعني اتخضوا من الموضوع او الموضوع عجبهم مثلا. هي حاجه جديده على انها تحصل في مصر عموما. اي حد يعني يسمع الفكره الاول هيحس ان هي something crazy، بس هي if you tried it out يعني feel relieved، وهتحس ان هي لا it's a good idea، يعني حاجه حلوه. كويس كمان ان هي في حته بره، ومش في حته مثلا فيها ناس اهلي مثلا. سايكولوجيكلي انت بتبقى طالع عايز تطلع غضبك في اي حد قدامك، فبدل ما تطلعه في حد قدامك طلعه في اوضه، صرخ، اعمل اي حاجه. فرجعت للموضوع ده يعني. النتيجه اللي انا بوصلها بتبقى هايله جدا يعني، على الاقل جدا انت بتبقى مرتاح. انا بصراحه النتيجه شايف ان ممكن ناس تيجي من اماكن تانية بره القاهره اصلا خالص تيجي لحد هنا عشان تصرخ. في اربعه هم اللي جم مثلا لحد دلوقتي عشان الفكره غريبه برضو يعني. هندي يعني الاربعه دول في حد ذاتهم نجاح يعني. في ناس دخلت كسرت حاجز الصوت، طلعوا صوتهم بره. طبعا في كام رول كده لازم قبل ما تخش السكريم روم لازم تاخد بالك منهم. في الموبايل مش تخش بيه، مفيش اي حاجه ممكن تصور بيها، اي طريقه اي تواصل بينك وبين اللي بره الاوضه ده مش هيحصل. كل اللي هيبقى موجود انك انت متضايق من حاجه هتخش تصرخ. وقريب يعني هنجيب ساند باج بتاعت البوكس هنحطها هنا عشان لو حد عايز متضايق من حد معين. Thank you.